بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم رح نكمل دروسنا في مادة التاريخ لطلاب الصف الثامن، ورح يكون درسنا اليوم عن نظام الحكم والإدارة في الأندلس. طبعا احنا تعرفنا الحصة السابقة على أنه تاريخ المسلمين في الأندلس والإنجازات اللي عملوها في الأندلس. رح نكمل هون عن الحكم وإدارة الأندلس. إدارة الأندلس، أولا رح نتعرف على عدة مفاهيم واردة في الدرس، رح نوضح التقسيم الإداري في الأندلس، رح نبين الشروط الواجب توفرها في قاضي الجماعة. طبعا هاي الدولة بدأت بالاستقرار في عهد صقر قريش عبد الرحمن الداخل، زي ما حكينا الحصص. طبعا هو المؤسس الفعلي للدولة الأموية في الأندلس، وتحدث المؤرخون بأن هذه الدولة تشابه دولنا في العصر الحديث. لماذا؟ لأنه فيها تطور سياسي وإداري وتعليمي كبير جدا كبير جدا، وشبهوها بأنها دولة حديثة في العصر موجودة في العصر القديم. رح نحكي عن المنظومة السياسية والإدارية كله الموجود في الأندلس. أولا الخلافة في الأندلس. طبعا الدولة في الأندلس فتحت في عهد الدولة الأموية في عهد الخليفة وليد بن عبد الملك. حكينا عن حملات موسى بن نصير وطارق بن زياد. بعد ما فتحت الأندلس وأصبحت ولاية الدولة الأموية، طبعا هي فتحت 711 ميلادي، تم تأسيس ولايات وإمارات خاضعة للدولة الأموية. طبعا جاء خبر اللي هي سقوط الخلافة الأموية بالمشرق، لكن استمروا الخلفاء واستمروا بنظام التوريث، بحثا بأنهم بدهم يحيوا الدولة الأموية اللي هي انتهت بالشرق. حاولوا بأنهم يتابعوا الخلافة بنظام التوريث. مين استطاع؟ استطاع عبد الرحمن الداخل اللي هو عبد الرحمن بن معاوية الهرب ودخل في الأندلس وأسس الإمارة الأموية في الأندلس. هرب ودخل الدولة الأموية في الأندلس ولقب بصقر قريش نتيجة لتربيته وقوته السياسية وحنكته السياسية. طبعا كان متميز بكثير صفات اللي هي القوة والحكمة والتقوى. طبعا تم تلقيبه بالأمير. في عندي سؤال، لماذا ترك الأمراء في الأندلس تلقب الخليفة رغم انفصالهم عن الخلافة العباسية؟ عدة أسباب، اللي هي بسبب عدم رغبة المسلمين بإنشاء دولة خلافة في وجود الخلافة القوية في هي الخلافة العباسية. أما عبد الرحمن بالتحديد ما لقب بهذا اللقب، طبعا أول إشي كان بيقال كثير كلام أو حكي ليش ما لقب بالخليفة وظل للأمير. هلأ أول إشي بس وصل عندي أنه في عندي خلافتين لسكان الدولة الأموية، كان غريب عن الأندلس كمان ما بيعرف تبع أهلها. ثلاث، كان في الأندلس كثير من الفتن والقلاقل، فما كان عنده رغبة بأنه يواجه الدولة العباسية القوية، فاكتفى بلقب الأمير. إذا هون بدنا نشوف، بنيجي بنكمل عندي تخطيط بالإشي اللي أنا حكيته. أول إشي تم فتح الأندلس عام 711 ميلادي في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك. تمام. في عام 750 ميلادي
سقطت الخلافة الأموية، فأصبحت الولاة في الأندلس غير تابعين لأحد. إذا هون تاريخين، متى سقطت الخلافة الأموية في الأندلس ومتى تم فتح الأندلس. تمام، هلأ نتائج دخول عبد الرحمن الداخل للأندلس اللي هي تحولت أولا إمارة أموية والحكم فيها وراثي، أصبحت مستقلة عن الدولة العباسية، ولقب الحاكم باسم أمير أو إمام وليس خليفة. تمام. إذا هون عندي اللي هي أصبحت الأندلس إمارة أموية، واحد الحكم فيها وراثي تتوارثها الأسرة الأموية. تمام، أصبحت مستقلة أو كانت مستقلة سياسيا عن الدولة العباسية في المشرق بشكل كامل. آخر شيء، لم يلقب الأمراء أنفسهم بأمير بخلفاء أسفة، واكتفى باسم أمير أو إمام. تمام، هذا كله موجود قبل فسر. هلأ في الخلافة، في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر تحولت الأندلس، بدل إمارة صارت شو؟ عندي خلافة، صارت عندي خلافة عبد الرحمن الناصر. أصبح الحاكم بيلقب نفسه خليفة وليست أمير زي ما كان في عهد عبد الرحمن الداخل. استمر لقب خليفة في ذرية عبد الرحمن الناصر أجمع من بعده حتى سقوط الدولة الأموية في الأندلس. إذا ظلت بكل عهد أو ذرية عبد الرحمن الناصر حتى سقطت الدولة الأموية. كان نظام الخلافة برضه بيقوم على التوريث. إذا ضع دائرة، نظام الخلافة 56، عندي صفحة 56. كان نظام الخلافة في الأندلس يقوم على التوريث، يقوم على التوريث. ضع دائرة. تمام، عندي صفحة 57، أصبح العالم الإسلامي في عندي ثلاث خلافات. عدد أنواع الخلافة في الدولة الإسلامية بعد ما كانت إمارة صارت خلافة. عندي واحد الخلافة العباسية في بغداد، اثنين الخلافة الفاطمية في شمال أفريقيا ومصر وبلاد الشام واليمن والحجاز، ثلاثة الخلافة الأموية في الأندلس. إذن ثلاث خلافات. تمام، الوزارة والحجابة. كان نظام الوزارة في الأندلس بيشبه إلى حد كبير نظام الوزارة في الخلافة العباسية. كان رئيس الوزراء هو أول من يأمر. تمام، اتطور هذا الأمر فصار في عندي الحاجب اللي هو عبارة عن رئيس الوزراء الفعلي. تمام، هلأ الدولة بني أمية في الأندلس أبقوا اسم الوزير اللي هو يعني رأس قام الدولة. تمام، بعدين قسموا لعدة أصناف، يعني صار كل وزير له مسؤولية. كان في عندي وزير للمال، وزير للبريد، وزير للنظر في حوائج اللي هو العدل أو القاضي اللي هو المظالم. طبعا كل هدول وزراء، قسموا الوزراء. طبعا كان بعيد عنهم كل البعد اللي هو السلطان. تمام، اذا الوزراء كان في عندي كل منهم وزير. تمام، هون نحط سؤال عند ثانيه، بنحط سؤال وضح نظام الوزاره في الاندلس. كان نظام الوزاره في الاندلس بيشبه نظام الوزاره في الدوله العباسيه، واحد. اثنين، كان الخليفه بيقوم باعمال رئيس الوزراء بنفسه. ثلاث، اصبح الحاجب فيما بعد هو رئيس الدوله الفعلي. تمام، هلا الحاجب في الأندلس الصفحة الجديدة لم يكن ذلك الرجل اللي بيضلوا عباب الخليفة. حكينا الحاجب، حكينا شو معناه، بيضلوا عباب الخليفة اللي هو زي السكرتير، حكيت لكم عنه كما كان الحال في المشرق العربي، وإنما كان يقصد في رئيس الوزراء. إذا أنا حكيت لكم عن الحاجب اللي هو زي السكرتير عند الخليفة، لكن هون اللي هو مقصود في الدولة الأموية في الأندلس كان في عندي اللي هي الحاجب، معروف بأنه رئيس الوزراء. إذن الحاجب
إحنا عرفنا بأنه هو من يقف على باب قصر الخليفة ويقوم بمنع أو دخول أو حجب دخول الناس للخليفة إلا بأمره، الحاجب بشكل عام. أما الحاجب في الدولة الأموية هون المقصود به رئيس الوزراء. تمام. ضعفت الخلافة فصار الحاجب شوي 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 بياخد كل أمور الدولة، فصار عندي من اختصاصاته اللي هو أنه ياخد شؤون الدولة الأموية المدنية والعسكرية. إذا مهام الحاجب، أول إشي تولى منصب رئيس الوزراء، حكيناها رئيس الوزراء، تمام، واحد رئيس وزراء. اثنين اللي هي صار اختصاصه بيشمل الشؤون المدنية والعسكرية. تمام. من أشهر الأمثلة على شخص تولى الحاجب في الدولة الأموية اللي هو المنصور بن أبي عامر، أسس الدولة العامرية في الأندلس. تمام. هلا القضاء في الأندلس، احتل القضاء في الأندلس أهمية كبيرة جدا من قبل الخلفاء. اتطور القضاء في الأندلس، كان في عندي شخص اسمه قاضي الجماعة. إيش يعني قاضي الجماعة؟ قاضي الجماعة هو قاضي القضاء، بيقوم بالإشراف على القضاء في الدولة أو في البلاد، بيقوم في العاصمة قرطبة، ولازم يكون عنده معرفة وعلم كبير. مهام قاضي القضاء، مهام قاضي القضاء، واحد اللي هي تنفيذ الإشراف على موارد الدولة اللي هي الأحباس أي الأوقاف وسجلات الفتاوى. اثنين يقوم المصليين أيام الجمعة والأعياد خصوصا في المساجد الكبيرة. تمام. إذا هون عندي مهامين لقاضي الجماعة أو قاضي القضاء. قاضي الجماعة، قاضي الجماعة وليست قاضي القضاء، قاضي الجماعة. تمام. هلأ شروط تعيين قاضي الجماعة، واحد أنه يكون فقيها بمذهب الإمام مالك بن أنس. اثنين يمتاز بالنزاهة والاستقامة. ثلاث أن يتقن اللغة الإسبانية خاصة في بداية العهد الأموي أو الدولة الأموية. تمام. في عندي هلأ من سياسة التسامح الديني اللي مارسها المسلمين في الأندلس وسماحتهم ببقاء النظام القضائي بأيدي المسلمين المسيحيين لإدارة شؤونهم الخاصة، أطلق على من يتولى القضاء في عند المسيحيين في الأندلس اسم قومس. إذا قومس هو الاسم الذي أطلق على من تولى القضاء عند المسيحيين في الأندلس. إلى جانب القضاء في الأندلس، كان في عندي صاحب الشرطة، كان في عندي صاحب الشرطة. صاحب الشرطة هو من يفصل أو ينظر ويفصل في الجرائم السياسية والمدنية وكل ما يتعلق بحفظ الأمن في البلاد. كل ما يتعلق بحفظ الأمن في البلاد. مهام صاحب الشرطة، واحد ينظر من خلال التعريف، ينظر ويفصل في الجرائم السياسية والمدنية. اثنين يتابع كل ما يتعلق بحفظ الأمن في البلاد. ثلاث يقوم بعمل قاضي للجنايات، أي جناية أي اعتداء هو بيكون قاضي لإلها. تمام. هلأ رابعا التقسيم الإداري، صفحة 59، التقسيم الإداري في الأندلس. استفاد عرب الأندلس من النظام الإداري اللي وجدوه في الأندلس، أدخلوا عليه بعض التعديلات بعد هيك حتى تتلائم مع طبيعة النظام الإداري الإسلامي اللي كانوا متعودين عليه هدول الولاة، بحسب ما أخذوا أو تعودوا عليه من إدارة في المشرق الإسلامي. قسمت الأندلس إلى عدد من الولايات. أولا ولاية الأندلس اللي هي قرطبة وإشبيلية، ولاية طليطلة، ولاية ماردة، ولاية سر قسطة. تمام. هدول ولايات أنا بدي منهم ثلاث. كل والي كان مسؤول عندي، كل والي مسؤول عن شؤون ولايته. التقسيم الإداري، في عندي ولايات كل والي مسؤول عن إدارة ولايته. في عندي كل ولاية كانت مجموعة من المدن اللي هي الكور، الكورة اللي هي المدينة، وكل كور في إلها أقاليم، كل كور في إلها أقاليم اللي هي القرى الكبيرة. هلأ كل إقليم
في إله ريف. تمام، رح أعيد. عندي ولايات، ولايات مسؤولة عن شؤون إدارتها. هلأ كل ولاية كان في إلها مدينة اللي هي الكور، وكل كور في إلها قرى اللي هي الأقاليم، وكل إقليم في أجزاء اللي هي أرياف. إيش يعني الكور؟ الكور هو لفظ ظهر في مصر وبلاد الشام للدلالة على الأجزاء الإدارية، المدن بين قوسين، المدن بين قوسين. هلأ بس السؤال اللي ما حلنا أو ما حطينا عليه تخطيط اللي هو السؤال الثاني، على ما يدل قطع الأمويين في الأندلس الدعاء للخلافة العباسي على منابر يوم الجمعة؟ ليش كانوا يدعوا للخليفة العباسي؟ أو على شو بيدل دعائهم للخليفة؟ بيدل على عدم اعترافهم بالخلافة العباسية وأنهم دولة خلافة مستقلة عن الخلافة في المشرق الإسلامي. ليش قطعوا؟ هون بيحكي ليش قطعوا؟ لأنه إيش هون؟ ما اعترفوا بالخلافة العباسية وأنهم دولة خلافة مستقلة. لماذا قطع الدعاء؟ شكرا لحسن استماعكم أعزائي طلاب الصف الثامن، نراكم بإذن الله تعالى في الحصص.